أوضاع مأساوية في غزة، والأمم المتحدة تستعد لإدراج إسرائيل على قائمتها السوداء لقتل الأطفال. مستقبل الاتحاد الأوروبي على المحك، القارة العجوز تبدأ انتخابات برلمانية حاسمة. البرازيل تواجه مجموعة من الظواهر القاسية المناخية، فيضان وجفاف خلال شهر. تصريحات صادمة من مدير الأمراض المعدية في أمريكا، إجراءات الوقاية من كورونا بلا أساس علمي. ويبتدي يوم جديد، شمسه تنور كل طريق، نهاركم سعيد بابتسامة تجعل الخير والرزق يزيد. قلنا صباح الخير وعلى الله، الدنيا ريتها ده اليوم شكله جميل يا ما شاء الله، صباح الخير لحضراتكم واهلا بكم في حلقه جديده من صباح جديد على القاهره الاخباريه، حلقه الجمعه 7 يونيو 2024، وهنتناول فيها طبعا موضوعات متنوعه كالعاده، وعلى راسها اكيد تطورات العدوان الاسرائيلي الغاشم في قطاع غزه، وطبعا اللي لم يتوقف في بدايه اليوم ال 245 لحد النهارده. هنتكلم عن الأوضاع النسبية والإنسانية هناك، وكمان عن استعداد الأمم المتحدة لإدراج إسرائيل على قائمتها السوداء لقتل الأطفال. تفاصيل كتير النهاردة هنتكلم فيها، لكن هنبتدي كالعادة مع زميلتي مارينا اللي هتعرفنا على أهم أحوال الطقس. صباح الخير يا مارينا. صباح الخير فادي، صباح الخير مشاهدينا الكرام. فقرة جوية جديدة من صباح جديد بها العديد من التفاصيل حول الظواهر المناخية حول العالم. نبدأ بداية بالأجواء الحارة التي هي تشكل نسبة كبيرة أكثر من المعتاد والذي يعيش فيها العديد من دول العالم. موجات من الجفاف تضرب عدد من الدول بفعل التغيرات المناخية. نبدأ الفقرة الجوية من حالة الطقس وبعض درجات الحرارة في بعض العواصم العربية. نبدأ من القاهرة حيث تشهد ارتفاع وطقس حار ومشمس، وتصل درجات الحرارة إلى 43 وصورة 26. الرياض أيضا طقس حار ومشمس، تصل درجات الحرارة العظمى 47 والصغرى 30. أبوظبي العظمى 38 والصغرى 30. أما تونس 32 والطقس غائم وغير مستقر، الصغرى 19. الرباط تصل درجات الحرارة 23 والصغرى 16. نذهب أيضا إلى بعض العواصم العالمية، ربما الطقس هنا يتغير. نبدأ من لندن، تشهد طقس ربما معتدل بعض الشيء، تكون درجات الحرارة العظمى 18 والصغرى 10. باريس العظمى 22 والصغرى 11. إلى موسكو، موسكو يسود طقس ممطر على أغلب الأنحاء مع ارتفاع درجات الحرارة، تكون درجات الحرارة العظمى 22 والصغرى 13. واشنطن طقس مشمس ودرجات الحرارة العظمى 29 والصغرى 17. أخيرا بكين العظمى 24 والصغرى 16. الآن مشاهدينا، من أحوال الطقس ودرجات الحرارة ننتقل إلى البرازيل. تعرضت خلال الفترة الماضية لمجموعة من الظواهر المناخية القاسية جدا بعد أن تعرضت لفيضانات شديدة. ذكرت وزارة البيئة البرازيلية أنها تواجه الآن خطر الجفاف في بعض المناطق. We'll be right back.
talk the whole night through. Good morning. Good morning to you. يسعد صباحك يا حلو، يسعد مكان بتنزلو، لما النسيم بيزورنا عنك يا ولف بنسألو. البنار يدا مدير بونجور، pour moi c'est le plus beau des jours sous le ciel bleu de Napoli. Je crois bien qu'il m'accompagnera. Que jamais il ne me quittera. Il sera mon meilleur ami. الحلوة دي قامت تعجن في البدرية وديك بيتنا كوكو كوكو في الفجرية. وبعد ما تعرفنا على احوال الطقس هنستكمل باقي فقرات صباح جديد وجوله جديده في عالم الصحافه. هنروح فيها لقطاع غزه ونتابع اهم واخر تطورات الاوضاع هناك، خاصه ان الساعات الماضيه شهدت هجوم في مختلف انحاء القطاع بالاضافه حتى للضفه الغربيه. وكمان هننتقل ايضا للحديث عن انتخابات البرلمان الاوروبي اللي انطلقت بالفعل وتاثيرها على الاوضاع في اوروبا وغيرها من اهم المنشطات في الانباء العربيه والعالميه. بداية جولتنا الصحفية من صحيفة الشرق الأوسط، حيث أكدت 17 دولة بينهم الولايات المتحدة في بيان مشترك نشره البيت الأبيض، أكدت الدول دعمها مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين. ودعت الدول في البيان المشترك حركة حماس إلى الموافقة على إبرام الصفقة التي اقترحها بايدن، وحث البيان إسرائيل وحماس على تقديم أي تنازلات نهائية ضرورية لإبرام الصفقة المقترحة، وأن الوقت قد حان لإنهاء الحرب في غزة. وإلى موقع القاهرة الإخبارية، تحدث مدير شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أمجد الشوة، تحدث وقال إن العدوان الإسرائيلي خلف مجاعة حقيقية في شمال وجنوب قطاع غزة، وأن هناك 3500 طفل يعانون من سوء التغذية وهذا العدد في ازدياد، مضيفا أن الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول المؤن ومعدات الخيام إلى القطاع في ظل ظروف إنسانية بالغة الصعوبة. وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أنها تعاني من حصار مفروض عليها من كل الجهات، وأن ما دخل غزة طوال الأسبوع الماضي لا يتجاوز 257 شاحنة. للمزيد من التفاصيل عن تطورات الأوضاع في قطاع غزة ينضم لنا من لاهاي زيد تيم أمين سر حركة فتح. بداية صباح الخير وأهلا بك. تعتزم الأمم المتحدة إدراج إسرائيل على قائمتها السوداء لقتل الأطفال وفق ما أفادت وسائل إعلام الاحتلال الإسرائيلي، فكيف سيؤثر هذا القرار فيما يحدث على الأراضي الفلسطينية وكيف سيشكل وسيلة ضغط على حكومة نتنياهو؟ أسأل الله صباحك أستاذ فادي، تحية لك ولفضائيتكم المحترمة الرحمة للشهداء والحرية للأسرى والشفاء للجرحى. طبعا أي قرار يصدر عن الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي وخصوصا بهذا الموضوع أن توضع إسرائيل، وهذا شيء طبيعي ومن المفروض أن يحدث من فترة، أن توضع إسرائيل على القائمة السوداء لأعمالها الذي قامت بها منذ عام 1948 إلى يومنا هذا، ليس فقط ما يتعلق بالمجازر الأخيرة المروعة الذي يندى لها جميع البشرية وصول أعداد كبيرة جدا، يعني 36,654 شهيد وأكثر من 83,309 جرحى و15,000 جريح معظمهم من النساء والأطفال. أعتقد أنه هذا يعني
شيء هيكون مؤثر جدا، وهذا طبيعي لأنه هذا الاحتلال لا يستحق إلى ذلك، لأنه على صعيد هاي الدول كلها توضع يوضع الكيان بهذا الشكل بعد قرار محكمة العدل الدولية، وبعده القرار الذي سيصدر من محكمة الجنايات الدولية بحق بعض القاضي من نتنياهو وجالانت ومجموعة من الذين قدموا كل أشكال القتل والإرهاب في هذا العالم. أعتقد هذا يدحض الرواية التي كان دائما يتغنى بها الإسرائيليون أو هذا الكيان الإسرائيلي الغاصب، أنهم هم دولة يعني أو يعني يقوموا بحقوق الإنسان وهم دولة حضارية، وأظهروا الحضارة تبعهم في قتل الأطفال وارتكاب المجازر وآليات التجويع وكل ما يندى له جبين البشرية. يعني أعتقد هذا أستاذ فادي سيؤثر تأثيرا كبيرا. لكن سيد زيد، هل ستنجح الأمم المتحدة في هذا المسعى، خاصة بعد محاولة الكونغرس الأمريكي فرض عقوبات على المحكمة الدولية نفسها؟ أستاذ فادي، هل تعلم الجمهور الكريم لماذا قام الكونغرس الأمريكي بهذا الإجراء؟ قام هذا الإجراء لسبب بسيط، لأنه يعي ويعلم جيدا بأنه سيتبع المحكمة الجنائية الدولية صاحبة قرار وتنفيذي، قرار تنفيذي وقرار قرار على الأرض، ولأنه لا يحاكم من يقوم بالفعل، دائما يحاكم من يساعد بالفعل. والذي أثبت حسب تقارير أمريكية موجودة من خبراء عسكريين، أثبت بدليل قاطع أنه كل ما استخدمته إسرائيل في حربها ضد شعبنا الفلسطيني الأعزل في غزة وإن كان في بعض المناطق هي أسلحة أمريكية. وهنا يأتي سؤال سيد طيب، يعني كيف ترى حركة فتح سير المفاوضات حول مقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح المحتجزين، وخصوصا مع التطورات الأخيرة والمستجدات الراهنة؟ اللي بهم الشعب الفلسطيني شيء واحد حقيقة من هاي كل المبادرة، ونحن نعلم وأنتم تعلمون لماذا طرحت الآن مع وجود 4 فيتو سابقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الشعب الفلسطيني الآن يطالب بوقف إطلاق النار، ويا ما طلبنا وعلينا الصق لعدم ارتكاب المجازر، ولكن الإسرائيليين ارتكبوا مجزرة وراء مجزرة لمخططهم، لأنه يعلم نتنياهو وجميع هؤلاء كلهم أنهم سيذهبون إلى المحاكم الدولية اليوم أو غدا أو بعد غد. بالنسبة لنا كشعب فلسطيني وكحركة فتح، نحن مع وقف إطلاق النار الكامل، مع كنس الاحتلال عن أرضنا الفلسطينية في الضفة إن كان أو في غزة والقدس، وإعطاء الشعب الفلسطيني حقه وتحويل هذا الموضوع إلى مؤتمر دولي للسلام من أجل أن يحقق الشعب الفلسطيني ما طمح إليه منذ 76 عام. الشعب الفلسطيني يعاني ما يعاني ليس فقط من هذه الأزمة الخالقة، ولكن الشعب الفلسطيني يعاني من دعاء من احتلال 1948. نعم، نحن نؤيد المبادرة ولكن ليست على حساب الدم الفلسطيني. يجب أن يحقق كل ما هو مطلوب بكنس الاحتلال أولا، وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وأن يحاسب هؤلاء المجرمين الذين قاموا من جيش الاحتلال الصهيوني بكل هاي المجازر الذي يندها لجبين البشرية وتتعارض مع القانون. وهذا ما نتمناه وتمناه الكثيرون حول العالم، لكن واقع الأمر أن نتنياهو وجيش الاحتلال مستمرون على الأرض فيما يفعلونه من مجازر يومية لا تتوقف، والولايات المتحدة تعطيهم الغطاء، ونتنياهو من المفترض أن يلقي خطاب في الكونغرس في 24 يوليو القادم، كما قال نصه أنه سيعرض قضية حرب إسرائيل العادلة، فكيف ترى ذلك؟ أستاذ فادي، هذه لا حرب عادلة، هذه حرب واضحة جدا، يعني واضحة المعالم بناء على تقارير دولية وبناء على تقارير أمريكية. نحن نرى بأن هذا المجرم هم يحاولوا قدر الإمكان أن يحموه لأنه يحموا أنفسهم. أنا بحكيك بكل صراحة، أمريكا اليوم حتى نكون واضحين بالتحليل السياسي وبشفافية، أمريكا اليوم لم تصبح وسيط، أمريكا شريك واضح جدا بالمجازر
الذي تقوم بها هذا الكيان الصهيوني ضد شعبنا الفلسطيني في غزة. لاحظ المجازر، الأمم المتحدة، الأونروا، الأماكن التي ضربت أمس ومن فترة قريبة في رفح، المجزرة التي ارتكبها الاحتلال والآن يرتكب مجازر وكل دقيقة بأسلحة أمريكية. أنا بعتقد أنه هذا إعطاء شانس لإعطاء غطاء واضح جدا، لأن الولايات المتحدة الأمريكية أستاذ فادي تريد شيئا واحدا من أجل الإعداد للانتخابات في 5 نوفمبر. وبايدن بالتحديد، لماذا أخذت أمريكا فيديوهات مختلفة في مجلس الأمن ولم توافق على وقف إطلاق النار؟ شيء واضح، هذا الكلام لم يعد طبعا هناك أهداف في الداخل الإسرائيلي وفي الداخل الأمريكي لكل خطوة، سواء من الجانب الإسرائيلي أو الجانب الأمريكي. أذهب إلى نقطة أخرى، لماذا تشتعل الآن جبهة أخرى من قبل إسرائيل على الحدود اللبنانية، وخصوصا تدخل الاتحاد الأوروبي لما يسمى بضبط النفس وتصريحات لتهدئة الأوضاع على الجبهة اللبنانية؟ كيف ترى هذا التصعيد أيضا سيدتي؟ في مسائل هامة جدا، هذا التصعيد مجبرين عليه، لأنه هم بالنسبة لهم ككيان صهيوني لا يقدموا للعالم إلا آلة القتل. ولاحظي حتى جالانت التهديد الذي يقوله من أول أمس، يقول بشكل واضح أن نحن نتفاوض تحت النار، نتفاوض تحت القتال، ومع ذلك يحاولوا أنه نحن سنحاول تدمير بالنية، سنحاول تدمير بيروت كما دمرنا غزة. هذا اعتراف رسمي بأنهم لا يقوموا إلا بالقتل. أنا أعتقد ليس من مصلحة لا هذا الكيان الغاصب ولا أمريكا الآن تقديم أي شيء له علاقة بفتح جبهة جديدة، لأنهم خاسرون أكيد، لأنه كل المعطيات تقول ذلك. عداك عن لماذا أمريكا اليوم، لماذا أمريكا تقوم وتتشمع ب 17 دولة في أوروبا، وبايدن يحاول يبعث المبعوثين كل يوم من CIA، من مسؤول CIA إلى مستشارينه إلى الشرق الأوسط، إلى مصر وقطر وكل والاتحاد الأوروبي، لماذا الآن؟ لأنهم يخشوا ما يخشوه ويقدموا لجمهورهم ويقول والاتحاد الأوروبي، هل لنفس الأسباب سيد تيم؟ يعني بعد دعوة الاتحاد الأوروبي لضبط نفس ومنع المزيد من التوترات على حدود إسرائيل ولبنان، كيف يتغير الموقف، أو كيف لهذه الورقة أن تكون ورقة ضاغطة أوروبية ضاغطة؟ من الضروري أن تكون ورقة أوروبية ضاغطة، لأن الاتحاد الأوروبي أنت بتعلمي اليوم عن انتخابات موجودة في أوروبا، في أمريكا في انتخابات، العالم منشغل بأشياء كثيرة. أوروبا لديها في الأيام القليلة القادمة مشكل كبير جدا في موضوع أوكرانيا وروسيا. هذا موضوع واضح، الانشغالات اليوم بالنسبة لهم الساحة الأوروبية أهم من الشرق الأوسط، ولو أنه لن يكون سلام ولا استقرار بالشرق الأوسط بدون حل القضية الفلسطينية، مع العلم أنهم كلهم يؤمنوا بحل الدولتين. وهذا شيء، وبدأ الاتحاد الأوروبي اعترافات قريبة جدا من خلال أكثر من دولة بالقضية الفلسطينية، وانضمام بعض الدول مثل إسبانيا إلى محكمة العدل الدولية من أجل دعم القضية التي قدمتها جنوب أفريقيا. أنا أعتقد هناك متغيرات كثيرة جدا، ويجب على الاتحاد الأوروبي أن يقوم بدوره، وخصوصا أنه بهذه الفترة الخشية أن يكون هناك استلام الاتحاد الأوروبي من قبل اليمين المتطرف، وأنا أعتقد ذلك لن يحدث، لأن هناك بدأ وعي آخر وبدأ رؤية أخرى في هذا الاتحاد. نقطة لافتة جدا من أجل سيد زيد، القضايا يعني العادل، فكرة يعني صعود اليمين في الاتحاد الأوروبي أو في الدول الأوروبية. سنناقش أيضا هذه الجزئية وهذا العنوان فيما بعد، ولكن للأسف انتهى هذا الوقت لهذا اللقاء. شكرا سيد زيد تيم، أمين سر حركة فتح، كنت معنا من لاهاي، شكرا جزيلا لك. وننتقل إلى موقع يورو نيوز الذي نشر تقريرا يسلط فيه الضوء على انتخابات البرلمان الأوروبي التي انطلقت بالفعل، حيث يتجه ملايين الناخبين في أوروبا حتى 9 مليون يورو الجاري إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في الانتخابات الأوروبية 10 في جميع أنحاء القارة بعد 45 عاما من الانتخابات الأولى. ومن المقرر أن يحدد هذا التصويت القاري الأعضاء الـ27 المقبلين في البرلمان الأوروبي.
للمزيد ينضم إلينا من برلين الدكتور عبد المسيح الشامي، أستاذ العلاقات الدولية وخبير الشؤون الأوروبية. أهلا بك دكتور عبد المسيح. منذ قليل ضيف صباح جديد من لاهاي تطرق إلى نقطة صعود اليمين المتطرف أو هذا الاستنتاج بصعود اليمين المتطرف كيف سيؤثر على القضية الفلسطينية، فأنا يعني أود البداية بهذه النقطة، كيف يؤثر صعود الأحزاب اليمينية المتطرفة على سياسة الاتحاد الأوروبي الداخلية والخارجية وربما أيضا على ملف القضية الفلسطينية؟ صباح الخير لكم بداية ولكل الشعب المصري ولكل العرب. حقيقة لا شك أن هذه النقطة مهمة جدا، وأعتقد أن هذه التوقعات التي يتوقعها الجميع حتى داخل الاتحاد الأوروبي. بكل الأحوال أعتقد أن الفترة القادمة سوف تكون يعني لا شك بفترة يسيطر عليها اليمين السياسي في أوروبا، في كل دول أوروبا وفي الاتحاد الأوروبي، في ظل طبعا يعني صعود هذه الأحزاب في كل الدول الأوروبية بشكل أو بآخر. بكل الأحوال التحول الكبير والذي يتوقعه الجميع والذي غالبا سوف يكون فعلا هو الوجه الجديد لأوروبا سوف يغير الكثير من يعني الأوجه التي نعرفها عن أوروبا إن كان على صعيد الداخلي أو حتى على صعيد السياسات الخارجية. على صعيد الداخلي لا شك سوف تكون هنالك ربما لغة جديدة، هنالك وجه جديد للتعامل مع قضية اللاجئين، مع قضية تقبل الأجانب داخل الاتحاد الأوروبي وداخل الدول الأوروبية. اليمين طبعا معروف بتطرفه بقضية رفض استقبال اللاجئين ورفض حتى أعطائهم حقوق بالبقاء في داخل أوروبا، وأعتقد أنه إذا نجح اليمين في الصعود لا شك أن قرارات الاتحاد الأوروبي والتي سوف تكون أيضا ملزمة لكل الدول الأوروبية سوف يكون فيها كثير من القرارات المتطرفة بهذا الاتجاه والتي يمكن أن تصل حد ربما طرد كثير من الأجانب الذين يقيمون داخل أوروبا. فيما يتعلق أيضا بسياسة الاتحاد الأوروبي الداخلية أعتقد أن اليمين وكما يصرح منذ يعني صعوده بشكل أو بآخر بأنه يرغب بالعودة إلى البعد الوطني إلى البعد القومي لكل دولة، وبالتالي هنالك مخاطر حقيقية بفك عقد الاتحاد الأوروبي بشكل حقيقي هذه المرة إذا كان هنالك أغلبية لليمين في داخل الاتحاد الأوروبي في ظل وجود أغلبية اليوم في عدة دول أوروبية ومرشح أيضا في الانتخابات المحلية أو القطرية داخل كل دولة أن يصعد. يعني على سبيل المثال هنا اليمين في ألمانيا هنالك مخاوف حقيقية بأن يكون صاحب الأغلبية الساحقة في الانتخابات القادمة، وهنالك اليوم يعني قانون يقدم في البرلمان لحظر هذا الحزب من الوصول إلى هذه النتيجة. على الصعيد الخارجي لا شك أن أيضا اليمين لديه مواقف واضحة جدا تجاه كثير من الصراعات، على سبيل المثال الحرب الأوكرانية. اليمين في كل دول أوروبا يرفض انجرار أوروبا إلى هذه المواجهة مع روسيا ويرفض تمويل ودعم أوكرانيا ويعتبر أن هذه الحرب ليست حربه بشكل أو بآخر، ويريد ربما هذه الأموال أن تعود إلى الاستثمار في الداخل، ولا يريدون بشكل عام الاستثمار في صناعة السلاح على سبيل المثال. هنالك متغيرات كثيرة، وبالتالي هذا يعني تراجع للموقف الأوروبي وللوجود الأوروبي في كثير من الملفات، ومنها على سبيل المثال حتى أيضا حرب غزة، الدعم لإسرائيل. معروف أن اليمين ليس يعني قريب من إسرائيل ولا يوالي المشروع الإسرائيلي بشكل أو بآخر ولو يعني بدرجات مختلفة، ولذلك سوف يكون هنالك إذا نجحوا فعلا تراجع عن ربما دعم إسرائيل بشكل أو بآخر، وخصوصا الحرب اليوم الموجودة في غزة. وبالتالي هنالك حقيقة جملة من المتغيرات الكبيرة إذا نجح اليمين ووصل إلى الأغلبية في الاتحاد الأوروبي. هل سيزيد اليمين الانقسامات بين دول الاتحاد الأوروبي فيما يخص الملفات المختلفة أم سيربأ الصدع ما بين الدول المختلفة في الاتحاد الأوروبي، لا سيما وأن الاتحاد الأوروبي مرتبط بشكل عضوي بالناتو، لكن عدد من الدول الأوروبية اعترفت بفلسطين في الفترة السابقة بما يخالف المواقف مع الولايات المتحدة، فكيف ترى ذلك؟
يعني بكل الأحوال أغلب الخلافات والاختلافات في داخل الاتحاد الأوروبي يعني اليمين ربما يكون أحد أهم أسبابها، وبالتالي وجود اليمين اليوم أو صعود اليمين إلى الاتحاد الأوروبي سوف يعزز هذه الانقسامات بشكل كبير جدا. والشعار الأساسي لكل حزب من هذه الأحزاب هو العودة إلى البعد المحلي، إلى البعد الداخلي لبلدانهم، وبالتالي سوف يرجح مصلحة بلاده على أن يكون هنالك عمل أوروبي مشترك. وبالتالي هنالك ملفات خلافية كبيرة جدا حول توزيع الثروة، توزيع الأموال، توزيع الاستثمارات، توزيع الدعم داخل الاتحاد الأوروبي. هنالك دول كبيرة على سبيل المثال إيطاليا لديها دائما يعني اعتراضات حول توزيع الأموال والاستثمارات، وهي دولة الآن يحكمها اليمين، وبالتالي عندما يكون هنالك أغلبية يمينية سوف يكون صوتها عالي في كثير من بالنمسا بكل دول أوروبا بشكل أو بآخر. وبالتالي القضايا الخلافية الموجودة بالأساس حتى أيام التوافق في الفترات السابقة اليوم سوف تشهد حدة كبيرة جدا، وسوف تؤدي إلى انقسام حقيقي. ومنها كما تفضلت قضية اليوم الاعتراف بدولة فلسطين أو الموقف من إسرائيل بشكل أو بآخر، ربما يعني يكون هنالك موقف من إسرائيل، ولكن اليمين أيضا ليس ذلك يعني التوجه المشجع كثيرا أيضا للشعب الفلسطيني. يعني لا يجب الجمع بين الأمرين بشكل أو بآخر، هو يجد نفسه أنه معني بالملفات الداخلية وليس له مصلحة وليس له اهتمام بدعم قضايا عالمية كالقضية الفلسطينية. وبالتالي تراجع أو يعني عدم دعم إسرائيل لا يعني دعم الفلسطينيين بشكل أو بآخر. يعني بالطبع ستكون هناك عوامل كثيرة تؤثر على ملفات رئيسية كما حضرتك ذكرت دكتور، منها بالطبع ملف روسيا وأوكرانيا، ملف فلسطين. ولكن إذا عدت إلى الناخب نفسه، يعني البطالة والتضخم من أكثر الموضوعات التي ربما ستشكل توجه للناخب الأوروبي، كيف ترى هذا العنوان تحديدا، وكيف ستؤثر البطالة والتضخم في اختيار الناخب الأوروبي في هذه الانتخابات؟ هذه نقطة مهمة جدا. لا شك أن البعد الاقتصادي وقضية البطالة وتراجع النمو ويعني ضعف القوة الشرائية عند المواطن الأوروبي تعتبر ربما الناخب الأول أو يعني الأساس الأساسي يعني باختيار الناخبين للأحزاب. الأحزاب بشكل أو بآخر الشارع الأوروبي يعتقد بأن اليوم ذهاب أوروبا إلى الدخول في هذه المواجهات الكبرى كما تفضلت في أوكرانيا وفي غيرها، ورصد أموال كبيرة للتصنيع الأسلحة، هذا يؤثر على الاقتصاد. يعني أوروبا كانت معروفة بأنها يعني قارة تعتمد على الاقتصاد بشكل أساسي، والاقتصاد يعتبر أولوية أساسية بالنسبة لها. ولذلك اليوم الدخول في الصناعات العالمية الكبرى والدخول في زيادة منسوب التصنيع العسكري يؤدي إلى تراجع القوة الشرائية وإلى الدعم في الاقتصاد، وبالتالي هذا يعتبر أساسي. وكثير من السياسات التي تبناها الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية هي يعتبرها بشكل أو بآخر اليمين تؤثر على المستوى الرفاهية ومستوى الأداء الاقتصادي في داخل أوروبا، وبالتالي هذا يعتبر العامل الأساسي. على سبيل المثال في حال أن اليمين يعني صعد في الاتحاد الأوروبي وفي دول أوروبية فاعلة كألمانيا وغيرها، سوف يكون التوجه إلى إعادة العلاقات ربما مع روسيا، ومعروف أن اليمين لديه علاقات جيدة جدا مع روسيا، وهو يصطف إلى حد ما يمكن القول إلى جانب روسيا في الحرب الأوكرانية، لأنهم يعتقدون بأن يعني شريان الحياة والنمو الاقتصادي الذي كان موجود في أوروبا سببه هو العلاقة الجيدة مع روسيا وما كانت تقدمه روسيا وما تقدمه الصين حتى الآن أيضا إلى الاتحاد الأوروبي من مواد أولية، من طاقة، ما إلى ما هنالك. وهنا السؤال، من سينتخب أو من تتوقع أن ينتخب الناخب الأوروبي في ظل تأثره بكل هذه الأزمات الاقتصادية التي تزيد على أزمات سلاسل الإمداد وما إلى ذلك؟ المواطن الأوروبي تأثر كثيرا من حرب أوكرانيا، تأثر كثيرا من تبعات ما يحدث في قطاع غزة وطرق الملاحة العالمية، فلمن سيعطي صوته الناخب الأوروبي كما تتوقع؟
يعني كما كل التوقعات، وهذا كلام قلته ربما منذ فترة طويلة، بأن الناخب الأوروبي في هذه الانتخابات سوف يكون في الغالبية أعتقد أنه لليمين. اليوم اليمين يشكل إلى حد ما الحل الوحيد بنظر الاتحاد، بنظر الناخب الأوروبي هو اليمين، لأنه بشكل أو بآخر يجيب يعني ولديه إلى حد ما توجهات تتناسب مع تطلعات ومع هموم الشارع الأوروبي والمواطن الأوروبي، وكما قلنا يقدم حلول لعودة على الأقل أوروبا إلى ما كانت عليه قبل بداية الحرب الأوكرانية وقبل أزمة كورونا وقبل أيضا حرب غزة كما تفضلت. هذه الأزمات التي توالت والتي أدت إلى كوارث داخل الاتحاد الأوروبي، اليوم اليمين يقدم بشكل أو بآخر نفسه كبديل حقيقي للسياسات التي تتبعها الأحزاب التقليدية الكبيرة، يمين الوسط ويسار الوسط، ويقول بأنه سوف يعيد أوروبا إلى ما كانت عليه، ويريد حتى أيضا يعني العمل على أن تكون الدول بحد ذاتها هي دول قوية في الداخل. إذا لم يكن الاقتصاد الداخلي لكل دولة قوي، وفق نظريات كثيرة من يعني منظري اليمين، لن يكون هنالك حتى علاقات جيدة بين الاتحاد الأوروبي. وبالتالي العودة من هنا يأتي يعني رغبة هذه الأحزاب بالعودة إلى الداخل، تقوية الداخل أولا، وبالتالي يعني ربما يكون هنالك معادلة أخرى إذا لم يعني يطلب حل الاتحاد الأوروبي وهذه الوحدة الأوروبية، ربما يكون هنالك شكل آخر يطرح للوحدة الأوروبية. سوف نرى إن غدا لناظره قريب. شكرا جزيلا دكتور عبد المسيح الشامي، كنت معنا من برلين، أستاذ العلاقات الدولية وخبير الشؤون الأوروبية، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. ونستكمل أخبار الصحافة وإلى صحيفة الدستور الأردنية التي تناولت إدانة وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات، الاستهداف المتواصل والممنهج لمراكز إيواء النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة بهذه الصورة المؤثرة. كما أيضا في متن الخبر أدانت أيضا استهداف مراكز الأمم المتحدة، والذي كان آخره العدوان الذي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في مخيم النصيرات في غزة في انتهاك جسيم للقانون الدولي والإنساني. وطلب الناطق الرسمي باسم الوزارة سفير دكتور سفيان القضاء بتحميل مسؤوليته ورضع إسرائيل بتحمل مسؤوليته ورضع إسرائيل عن ارتكاب المزيد من الجرائم ضد المدنيين، وضرورة الالتزام التزام إسرائيل باحترام القانون الدولي والإنساني. وللمزيد من التفاصيل حول هذا الخبر وعناوين الصحف الأردنية الصادرة اليوم، تنضم إلينا من عمان الزميلة آية السيد مراسلة القاهرة الإخبارية. صباح الخير آية، وبداية حدثينا عن ردود الفعل الأردنية على الاستهداف الأخير لمدرسة الأونروا التي كانت تأوي النازحين في مخيم النصيرات. نعم، صباح الخير فادي، صباح الخير مارينا. حقيقة يعني هناك متابعة عن كثب لما يحدث حاليا في قطاع غزة، ولكننا شهدنا يعني الأيام الماضية استهداف ممنهج كما وصفه الأردن للمناطق المخصصة لإيواء المدنيين وبالأخص التابعة للأمم المتحدة. لا يعتبر هذا الاستهداف الأول الذي تقوم به إسرائيل، ولكن الأردن طالب من المجتمع الدولي بالتدخل، خاصة بأن هذه المنشآت تابعة للأمم المتحدة، بالتالي هي منظمة دولية. والأونروا مسبقا كانت قد أعلنت براءتها من العديد من التهم التي كانت موجهة لها من قبل إسرائيل، وذلك طبعا من خلال يعني الفريق الجنائي الذي كان مختص في التحقيق حول هذا الموضوع. بالتالي هي يحق لها العمل بصفة يعني رسمية داخل القطاع، وهذا ما كان يطالب به الأردن من أجل استكمال مهمة الأونروا داخل القطاع، كونه الشريان الحياة الذي يساعد أهالي غزة حاليا في هذه المحنة. الأردن طالب من المجتمع الدولي إيقاف إسرائيل عن هذه الانتهاكات، خاصة بأنها تنافي القوانين الدولية والإنسانية، وأيضا تستهدف المدنيين والأبرياء. وهذا يبين فعلا كما قال وزير الخارجية بأنه فعلا يعني إسرائيل حاليا تبين يعني السردية الكاذبة كما قال، حول أنها تحاول الدفاع عن نفسها، ولكن هي في الحقيقة تقوم ب يعني قتل المدنيين والأبرياء. وهذا يبين بأنها فعلا تستهدف بإقامة المجازر ولا تدعو للسلام. من هذا المنطلق طبعا كان هناك عدة إدانات
في الأيام الماضية من العديد من الانتهاكات التي قامت بها إسرائيل إن كان في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية. كما تعلمون يعني قبل 48 ساعة كان هناك يعني مسيرة الأعلام التي جرت أيضا في القدس، وكان هناك أيضا متابعة كتب لهذا الموضوع، وأيضا الأردن دان هذه الانتهاكات وهذه الأعمال الاستفزازية بحكم بأنها مناسبة إسرائيلية كما يدعون، ولكن هناك أيضا وصاية هاشمية على هذه المناطق، وهناك أيضا قوانين دولية تمنع بأن يقوم هنا أن يقوم المستوطنين بانتهاك حقوق المدنيين والفلسطينيين في تلك المناطق. بالتالي يعني الأردن دائما وأبدا في هذه الإدانات وفي هذه البيانات يطالب من المجتمع الدولي بالتدخل وأن يكون له موقف جاد وحازم تجاه ما تقوم به كثيرة إسرائيل من قبل الأردن لإيقاف هذه الانتهاكات. إذا انتقلت معك أيضا إلى خطوات الأردن فيما يتعلق بالجانب الإنساني، ماذا عن تفاصيل الإنزال الجوي؟ نعم مارينا، فعلا بالأمس كان هناك آخر الإنزالات الجوية التي حدثت من الأردن، وطبعا كانت بمشاركة جمهورية مصر العربية طائرتين اتجهتا إلى قطاع غزة. كان هناك إنزال جوي، مجمل الطائرات الأردنية التي يعني تم إنزالها منذ بدء هذه العملية وحتى اليوم هو 102 طائرة أردنية و258 طائرة بمشاركة دولية. طبعا الجدير بالذكر بأن جمهورية مصر العربية دائما تشارك في هذه الإنزالات، في كل إنزال يتواجد الأردن وأيضا جمهورية مصر العربية إلى جانب العديد من الدول العربية والأجنبية التي تشارك أيضا في المرات الماضية كان هناك مشاركات لهم. أيضا كان هناك بيان مارينا من الهيئة الخيرية الهاشمية، وهي الجهة يعني لها الأحقية في يعني إيصال المساعدات إلى أهالي قطاع غزة إن كان برا أو جوا عن طريق يعني طبعا مسبقا كان عن طريق مطار العريش. أعلنت بالأمس بأن الأردن منذ بدء الأزمة قام ب يعني إرسال 31 ألف طن من المساعدات، تتوزع من مساعدات إغاثية وطبية وغذائية أيضا، وطبعا كان هناك العديد من الشاحنات، تتحدث عن أكثر من 1100 شاحنة اتجهت إلى يعني من الضفة الغربية من المعبر يعني في الأردن إلى الضفة الغربية اتجاها إلى يعني إلى قطاع غزة من معبر كرم أبو سالم من أجل تقديم المساعدة. أيضا الطائرات التي كانت تسير إلى مطار العريش يصار بعد ذلك إدخالها إلى معبر رفح مسبقا. وفي هذا السياق طبعا مارينا هناك مطالبات أردنية بفتح كافة المعابر وأيضا إيقاف كافة الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل لعرقلة دخول المساعدات لأهالي قطاع غزة، مبينا وزير الخارجية الأردني بالحاجة الماسة حاليا لإدخال المساعدات بشكل أكبر، خاصة بأن هناك نقص خطر يدق من المجاعة وأيضا إيقاف الخدمات الصحية داخل القطاع. لذلك هناك جهود نتحدث عنها، وفي هذا السياق أيضا مارينا إن كان هناك مزيد من الوقت سنتحدث عن المؤتمر الدولي الذي يأتي برعاية ملكية ما بين الملك عبد الله الثاني والرئيس عبد الفتاح السيسي الثلاثاء المقبل. هذا المؤتمر الدولي الذي سيقام في البحر الميت هو يأتي استكمالا للجهود الأردنية المصرية التي سعت منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم لإيقاف هذه الحرب القائمة على قطاع غزة وفلسطين بالعموم. وهنا السؤال آية، كيف يرى الأردن الأسلوب الأمثل لإيقاف الانتهاكات الإسرائيلية؟ هناك طبعا فادي لوم على يعني على مجلس الأمن وأيضا لوم على المجتمع الدولي حول هذا الموقف، وهذا ما كان يذكره دائما وزير الخارجية الأردني حول أهمية تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع. هناك العديد من البيانات التي صدرت من مجلس الأمن وأيضا من يعني من المحكمة العليا، بالتالي لابد من أن يكون هناك فعلا قرار حازم لإيقاف هذه الانتهاكات، ولكن في المقابل إسرائيل تقوم يعني بضرب كافة القوانين في عرض الحائط. لكن حاليا من خلال هذا المؤتمر الذي سيقام يوم الثلاثاء سيكون هناك نهج بحسب ما ذكرت الأوساط السياسية، فعليا هذه التوصيات التي ستصدر وبحضور لمنظمات دولية وعالمية وأيضا لقادة من كافة الدول، ولكن حتى اللحظة لم يتم الإفصاح عن الأسماء، سيكون هناك توصيات تأتي من أجل العمل بها بداية من خلال الإدارة اللوجستية لإدخال المساعدات، وهذا ما كان تأمر به جمهورية مصر العربية وأيضا الأردن بأن يكون هناك ابتعاد للاحتلال الإسرائيلي عن المعابر التي يتم من خلالها إدخال المساعدات. أيضا سيكون إذن هناك ما هي أهم الملفات المطروحة على طاولة الرئيسين الثلاثاء المقبل؟
يعني من أبرز الملفات حالياً فادي هو ملف وكالة الأونروا، وهو يعني الملف الأبرز حالياً في ظل ما يحدث من استهداف ممنهج، إلى جانب أيضاً أن الوكالة نوعاً ما تدق ناقوس الخطر من عمليات إنهاء إيقاف خدماتها إن كان صحياً أو غذائياً، وهناك استهداف أيضاً لمن تأويهم في المراكز الخاصة بهم. سيكون هناك مناشدة من المجتمع الدولي من أجل إعادة تمويل وكالة الأونروا، وأيضاً الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لكف يعني هذه العمليات التي تستهدف المدنيين والأبرياء. من ناحية أخرى سيكون هناك أيضا مناشدة يعني لإيصال مساعدات أكثر، وأيضا دعم أكثر للمساعدات في الأيام المقبلة، وأيضا إيقاف فوري لإطلاق النار، وهو البند الرئيسي الذي يناشد به الأردن ومصر حاليا من أجل يعني استكمال الملفات العالقة، إن كان بإدخال المساعدات أو علاج المصابين، وأيضا إعادة النازحين إلى مناطقهم عودة آمنة، وأيضا البحث بعد ذلك موضوع إعادة الإعمار. وهذا ما تحدث عنه حقيقة فادي قبل عدة أيام البيان المشترك ما بين وزراء الخارجية، ما بين الأردن ومصر وقطر والسعودية والإمارات، حول أهمية الآن البحث في الملفات الأولوية لإعادة بناء غزة وإعمار غزة وعودة المدنيين والنازحين إلى بالتأكيد آية بأمان. بالتأكيد، ونشكرك على كل هذه التفاصيل. نشكرك لضيق الوقت، شكرا جزيلا الزميلة السيد مراسلة القاهرة الإخبارية، كنت معنا من عمان. جديد صباح الخير مشاهدينا، ونذهب إلى قصة في غاية الغرابة. في مارس 2020 تحول العالم إلى مسرح لكابوس صحي غير مسبوق مع تفشي جائحة كوفيد 19، وفي قلب هذا الكابوس ظهر الدكتور أنتوني فاوتشي، وهو مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة وقتها، كشخصية محورية في توجيه استجابة العالم كله للجائحة، ومن خلال دعوة متكررة لتطبيق إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات. لكن المثير للجدل هو تصريحات حديثة له، يقول فيها إنه هذه الإجراءات ليس لها أساس علمي. تصريحات دكتور فاوتشي رئيس CDC في واشنطن، واللي كانت محل جدل كبير وكان رجل الساعة في وقتها، الآن تصريحاته فجرت موجة من التساؤلات عن مصداقية ما يقوله، بعدما كشفت شهادته التي أدلى بها أمام الكونغرس بداية العام الحالي أنه وضع قاعدة التباعد الاجتماعي وإجراءات أخرى للوقاية من فيروس كورونا بناء على اجتهاد شخصي. الإجراءات الوقائية من جائحة كورونا كانت اجتهادات شخصية تفتقر إلى أساس علمي قوي. بهذه التصريحات الصادمة خرج علينا مؤخراً الدكتور أنتوني فاوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية سابقاً، رغم كونه كان من أكثر المنادين بضرورة تطبيق إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات. تصريحات فاوتشي أثارت جدلاً واسعاً في مختلف أنحاء العالم، خاصة بعدما قال إن بعض التدابير مثل التباعد الاجتماعي الصارم في الأماكن المفتوحة وارتداء القفازات بشكل مفرط لم تثبت فعاليتها في الحد من انتشار الفيروس كما كان يعتقد في البداية، وأن بعض الإجراءات كانت مبنية على تقديرات أولية وتفسيرات غير مكتملة للأبحاث العلمية، مما أدى إلى تبني سياسات قد تكون غير ضرورية أو غير فعالة. هذا
هذا التصريح أثار ردود فعل متباينة في الأوساط العلمية والسياسية، فبينما رأى البعض أن هذا الاعتراف يعكس شفافية ونزاهة علمية، اعتبره آخرون دليلاً على فشل الإدارة الصحية في تقديم توصيات دقيقة، مما أدى إلى حالة من الارتباك والقلق بين الجمهور. منتقدو فاوتشي استغلوا هذا التصريح لتعزيز موقفهم بأن الاستجابة للجائحة شابه العديد من الأخطاء، وأن بعض الإجراءات فرضت قيوداً غير ضرورية أثرت بالسلب على الاقتصاد والحياة اليومية للأفراد. بالمقابل، دعا فاوتشي إلى مواصلة الاعتماد على الأدلة العلمية وتحديث السياسات الصحية بناءً على المعلومات الجديدة، مشدداً على أهمية التطعيم كأداة فعالة في مكافحة الفيروس. نحلل ونفهم المزيد، وينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان الدكتور محمد محسن الطراونة، أستاذ العلاج التنفسي بجامعة جدارة الأردنية. دكتور، لك أن تتخيل أن هذه التصريحات منذ أعوام مع كوفيد-19 أثرت على الاقتصاد، بل على الحالة النفسية، بل على العالم بشكل عام، وكنا في حالة هلع. الآن هذه التصريحات ليس لها أي أساس علمي، لماذا التشكيك في هذا التوقيت تحديداً؟ وهل هناك أي أبحاث علمية متعلقة بحسم هذا الجدل؟ أولاً سيدتي شكراً لكم على الاستضافة وللتصحيح، الاسم الدكتور محمد حسن الطراونة. ثانياً سيدتي، إن الأبحاث العالمية تشير إلى أن منع انتقال العدوى التنفسية بشكل عام يتم من خلال تغطية الفم والأنف لمنع الرذاذ الخارج من الجهاز التنفسي، وهذا الرذاذ في فترات ذروة العدوى يكون محمل بالفيروسات، وحبات الرذاذ تختلف في حجمها ما بين المسافات التي قد تنتقل فيها عند السعال والعطاس والكلام، فهذه قاعدة طبية معتمدة لجميع الفيروسات التي تنتقل عن طريق التنفس. فعندما يكون هذا الشخص مصابا بأحد الفيروسات التنفسية، سواء كان إنفلونزا أو كورونا أو غيرها من الفيروسات، نحن دائما في مجتمع الأطباء ننصحه بتغطية الفم والأنف عند الحديث والسعال والعطاس لمنع انتقالها في المنطقة المحيطة. ولكن في بداية جائحة كورونا وفي بداية الأمر لم يكن هنالك العديد أو المساحة الكافية لدراسة التقديرات الدقيقة للمساحة أو المسافة التي قد ينتقل فيها هذا الرذاذ المحمل بكميات فيروس التي قد تكون مؤدية إلى حالة الإصابة، فكان هنالك تقديرات مستعجلة أو تقديرات طارئة. فعندما بحث هذا الأمر تبين أن هنالك اجتهادات شخصية من إدارات صحية وعممت على العالم على أنها هي الصحيح، ولكن القاعدة العامة تقول أن تغطية الفم والأنف هي من أهم الإجراءات التي تمنع انتشار الرذاذ المحمل بالفيروسات عند السعال والعطاس للأشخاص الذين يعانون من الالتهابات الفيروسية التنفسية. دكتور محمد، دكتور أنتوني فاوتشي هو مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية CDC، وهو المركز الأشهر في العالم، وكان رجل الساعة في وقت كوفيد-19. فكيف لم يستشر المحيطين به من العلماء لتكون توصياته ليست بناء على آراء شخصية وإنما على استشارة عدد من العلماء؟ نعم سيدي، كما ذكرت وأكرر أن هنالك أمورا سياسية وأمورا اقتصادية وأمورا إدارية تحكمت في التعامل مع الإجراءات المتبعة أثناء جائحة كورونا، فقد يكون هنالك توصيات من الباحثين والعلماء لكن لم يتم الأخذ بها، وهذا ليس فقط في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن في العديد من دول العالم. فكانت هناك دراسة للتعامل مع مثل هذه الإجراءات، ما مدى نجاعتها وما مدى فعاليتها وما مدى تأثيرها على النواحي الأخرى للحياة كالصحية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
ولكن أخذ بالناحية الصحية بتشدد كبير في بداية الأمر، لأنه لم يكن هنالك معلومات دقيقة ومعروفة، فكان في بداية الأمر تعتيم إعلامي كبير من منطقة ظهور المرض في منشأه في الصين، فلم تظهر العديد من المعلومات إلا متأخرا بعدما أدرك العالم أن هنالك معلومات لم تكشف في بداية الأمر عن ماهيتها. فهذا الذي جعل هذا التشتت وجعل هذا التشويش حالة الرعب والذعر والهلع التي كانت موجودة، وعدم وجود وقت كافي لإصدار دراسات وأبحاث، مما أدى إلى أن تكون هذه التقديرات ظهرت في بعد تكشف هذا الأمر العديد يشوبها العديد من الشكوك والأخطاء. طيب دكتور محمد، يعني إذا هناك أيضا ربما سلالات جديدة تظهر، يعني آخر هذه السلالات نجد أنه في ظل الحديث عن إجراءات وقائية ليس لها أساس علمي كما هو ذكر في التقرير، نجد منظمة الصحة العالمية تعلن عن وفاة شخص نتيجة أول إصابة بسلالة من إنفلونزا الطيور، وأيضا هناك الحديث عن متحور لكوفيد مرة أخرى. كيف يمكن فهم أيضا هذه السلالات الجديدة، وما شكل الوقاية العلمية إذن من هذه السلالات؟ أولا سيدتي، إنفلونزا الطيور هي أحد الفيروسات التنفسية التي تصيب الطيور، ومؤخرا ثبتت وظهرت إصابات ما بين البشر نتيجة التعامل مع الطيور، لكن التغير الذي ظهر في هذا الفيروس هو أنه أصاب الحيوانات الثدييات، يعني انتقلت الإصابات من الطيور إلى الثدييات، فأصابت القطط وأصابت الأبقار وأصابت المواشي، مما زاد من مساحة التعامل مع هذه الحيوانات، فمربي المواشي الذين يتعاملون مع الأبقار، والآخر الأبحاث التي أجريت تبين وجود تراكيز عالية من فيروس إنفلونزا الطيور في حليب الأبقار. الإصابة الأخيرة التي أدت إلى الوفاة في المكسيك أنه لم يثبت تعامل هذا الشخص مع الحيوانات أو الطيور، فتكمن المخاوف حتى في هذه اللحظة إلى احتمالية انتقال المرض من الإنسان إلى الإنسان. فهناك ليست هذه الوفاة التي ظهرت، هنالك حالتان من الوفاة في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 22-23، وأيضا هناك حالة وفاة في أستراليا. طيب دكتور، يعني للأسف انتهى الوقت، ولكن ما تقوله حضرتك في غاية الأهمية، بالطبع سيكون لنا لقاءات مقبلة للحديث عن هذا التطور ربما في إنفلونزا الطيور، ولكن أنا بشكرك دكتور محمد حسن الطراونة أستاذ العلاج التنفسي بجامعة جدارة الأردنية، كنت معنا من عمان، شكرا جزيلا على كل هذا الشرح. ودي نهاية حلقتنا، مرسي يا مارينا، ومرسي لكل مشاهدينا، بكرة نشوفكم مع حلقة جديدة 9 صباحا، صباح جديد على القاهرة الإخبارية. إلى اللقاء.